بسم الله الحمد لله والله أكبر. لأنه قال له أخرج من الإنسان أي الروح النجس. تولت اللعبة كما يلعبوا بها اليوم اللي يعالجوا بالقرآن، يدعون أنهم يعالجوا بالقرآن، فياخذوا المرضى خاصة الإناث ويبدأ يخطف فيهم بالفلق. قلوا علاش تعمل في هذا؟ قلوا من خرج الجن فيها. ومن أدراك كيفاش أنت تضبط اللي حقيقة العمل تشخيص الحالة المرضية هي حالة نفسية ويغلب عليها بعض علامات هستيريا، يعني هشاشة شخصية خاصة النوثة ومشاكل جنسية ومشاكل في الذاكرة ومشاكل في الوظائف سواء كان الحركية والوظائف القولية الإشارية والمجر. هذه أشياء هذوما اللي يعالجوا بالقرآن تكيهم، ما عندهم شيء من علم يتصل بهذه الحالة أول. وإذا كان بيني وبينهم صراعات الحمد لله دائما أغلب وبوت الذي كفر بأنه من الله يعود يقول القرآن أعلى مستوى من أن نجمع مع القرآن معنى الفلقة. وهذا علاش احنا نفسروا اللي في تونس موجات كثيرة من الشيوعيين، هنا برزت الشيوعية، لقينا عدة ناس هرعوا إليها لأنه بالفلقة الكتاتيب افهموا يا ناس المؤامرة الضخمة للعالمية. الكتاتيب أقل المد بوايا هو يستعقد يتأدب يستعقد مش يأدب عموما يقولوا شو كل في هذا الأمر أحنا ما نعممش، لكن على الأقل إليزيو تاع ممكن هو بدات مد بتي سكران. احنا ما نقولوش أغرب المأدبين باتوا سكارة، نقولوا المأدبين والحمد لله ربي بكنا فيهم النوع هذايا باتوا لله أنا من الذاكرين من المتزلفين لله ليعرفوا حق ربي خصم الثلث الأخير من الليل كما علم في السابق. أي يطلب مشتولي له هلاوس فيتهم الصغير هذاك أنه أساء الأدب مع سيده المؤدب. أي يا جماعة وعنده جماعة يختار هز وعطي وعشرة فرقة وكل الموجة طالت وزاد غذاء بنو سويون خاطر يعرفوا حوالي تونس غذاء جابوا لهم عن طريق بورقيبه في عهده المشؤوم الساده خبات ومتعرفوا انتم اليهود من جمله الاسلحه اللي خدموا بها الاسلام وضد الحقيقه. انا بالعموم عندهم فلاسفه بياها يحليوا لك الكلام ويوحي لك اليوم يحسون طرح الأسئلة. وعندهم فقط تجد حصريا الأجوبة عن الأسئلة اللي جابوها الفكر يزون صلوا بيدي كيستيون بيان بريسي. هذاك علاش وقت بريبة كانت المسألة مكشوفة بالنسبة لنا أهل القرآن، كانت مكشوفة اللي الكلاب الصغار هذوما شدوا مراكز كبيرة في المعاهد واعتنوا بالفلسفة اللي هي سلاح من الأسلحة اللي تكيد من الإسلام وبدأوا عاد كذلك بالمعاولة اللي هي الدامة بدأوا يجيبوا لمدرسة ماركس المفعول بهم. وهذاك علاش بعد تخدت حتى تونس كما تراو اليوم أغلب الناس تلمذوا على الكلاب هذوما ما في لسانهم إلا إبوي إبوي وشنو هي إبوي إبوي؟ بير راقي فيه مظلم وإشكالية وإشكالية دائما حديثهم تلقى دائما سور ساتوري بالإشكالية إشكالية. سي أنتم بداتكم إشكالية، أنت اللي تعلمت الفلسفة اللي عادة لو كانت فلسفة سليمة
وبنقرا كنت بخير الناس اللي تقفوا في القرآن وتفقوا فيما جاء في القرآن ويعلموا الأجيال المتتالية ما بعض ما جاء به القرآن من إعجاز في كل الميادين. Tous les domaines ont été traités dans le Coran pour nous dire que seul Dieu est Dieu. Allah Akbar wa salam.